معنا لمزيد من المتابعة بشأن هذا الموضوع مشاهدين هاتفيا من بغداد دكتور أحمد محمد الطبيب الاستشاري. مرحبا بك دكتور أحمد. بداية هناك 800 إصابة بحبة مرض حبة بغداد في ناحية السعدية، في محافظة ديالى 550 إصابة منها في مجمع حمرين السكني. ما دلالات وتداعيات هذا العدد الكبير من الإصابات بهذا المرض في قضاء حمرين وعموم محافظة ديالى؟ السلام عليكم، تحية طيبة لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. عليكم السلام. أخي الكريم، كما تعلمون أن العراق بعد الاحتلال مرت بنكبات كثيرة، ومن ضمنها النكبة الصحية، حيث تتعرض بين فترة وأخرى المناطق وخاصة المحافظات التي يعني تعاني من إهمال حكومي من قبل وزارة الصحة أو من قبل الدوائر الطبية الموجودة. حبة بغداد هي من الأمراض الانتقالية التي تؤثر على الجلد، وممكن أن تنتشر عن طريق الحشرات. فكثرة المستنقعات الآسنة، مياه الآسنة، تكون عامل مساعد على انتقال هذا المرض. وكذلك كثرة النفايات الموجودة في الشوارع وكثرة النفايات الموجودة في المجمعات السكنية، ليس هناك مسح طبي لهذه المناطق حتى تحدد الإصابات وتعمل تقارير وتساعد على إيصال الأدوية اللازمة لعلاج هذه الأمراض. فالإصابات ممكن أن تزداد، وخاصة في المناطق المزدحمة سكانيا والتي تعاني من كثرة النفايات الموجودة وعدم وجود يعني جدول للقاحات والزيارات الطبية والفرق الطبية لهذه المناطق. يعني هناك خلل في التعامل مع هذه الأزمة الصحية. مديرية صحة محافظة ديالى تؤكد أن الأعداد المصابة بهذا المرض حبة بغداد طبيعية، وتنفي عدم توفر اللقاحات والأدوية الضرورية للعلاج في المستشفيات. لماذا هذا الإصرار الحكومي على التقليل من شأن هذه الأزمة الصحية في محافظة ديالى؟ هذه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة. سمعنا وشاهدنا التقارير التي خرجت من وزارة الصحة ومن الدوائر الحكومية الطبية حول مرض العوز المناعي وكيفية عدم نشر الأرقام الحقيقية لهذا المرض الخطير في العراق الذي بدأ ينتشر مع الأسف. يعني هذه وكذلك أمراض كثيرة جدا الحكومة تحاول أنه تعطي أرقام قليلة أو تغطي عن هذا، لأنه يعني ممكن أن يسبب حرج للحكومة وحرج للوزارة إذا خرجت الأرقام الحقيقية. فوزارة الصحة ودار صحة ديالى هي يعني أولا وأخيرا للحكومة، وللأرقام لابد أن تخرج من الحكومة. إذن هناك غير مستغرب هذا الكلام. نعم، إذن هناك الآن تحذيرات من أزمة صحية تتفاقم في المحافظة وبعض المناطق الأخرى من جراء هذه الإصابات، عدد الإصابات الكبير في هذا المرض حبة بغداد. كيف تقيمون الجهود الحكومية لمواجهة ووضع حد لهذا المرض بضوء التحذيرات الكثيرة منه؟ ممكن انه هذا المرض حبة بغداد بدأ يعني ينتشر وياخذ حيز اعلامي وحيز من الناس، لانه يترك ندبة في الجلد او في الوجه، فشيء ظاهري هذا، فهذا الشيء الظاهري لا يمكن اخفاءه من قبل الحكومة، وهذا يعني ينتشر عن طريق الحشرات ومن مصاب الى اخر. فهناك امراض كثيرة يعني هي خفية لا يمكن الاستدلال عليها الا بواسطه الفحوصات، فهذه موجوده ومنتشره، ولكن الدوائر الصحه لا تعلن عليها ولا تستطيع ان تعلن عليها. يعني مع الاسف غياب الجهد الحكومي وغياب الادويه الضروريه لعلاج هكذا امراض، يعني من المؤسف جدا ان نلاحظ احنا
القرن ال21 هذه أمراض والتطور، اندثرت يعني. نعم، نعم والتطور الطبي، ونلاحظ أن الواقع الصحي في العراق يتردى ويتراجع كثيرا جدا. نعم، شكرا جزيلا لك من بغداد طبيب الاستشاري دكتور أحمد محمد.